هاد السيد اللي مسؤول على هاد الناس بغى يحرض المغاربه ضد الملك بن كيران تصرح حتى ولا كيحسب ليه المغرب ديال باه ولا كيقول للمغاربه شنو يديروا باش يضغطوا على الملك ويلويو ليه دراعو. فواش المغرب ولا زريبه ولا جاي يحل فمو عليه بحال ماكرون؟ واش المغاربه ضعفوا بودينا باش ينقلبوا على محمد السادس؟ وهذاك السي بن كيران ما بغاش زعما يهديه الله ويدخل سوق راسو. خطوه خطيره من طرف السي مشعل اللي كيتعتبر من اهم اعضاء هاد الحركه وعنده ثروه خياليه كتقدر بملايير الدولارات ومشاريع لا تعد ولا تحصى. فشنو قال اللي خلى المغاربه ينقسموا ما بين مؤيد ومعارض؟ واهم حاجه شنو علاقه بن كيران بهذا التخلويط كامل؟ قبل ما نبداو بحال ديما ما تنساش دير فالو للباج وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. وغير الاشاره في هاد الحقائق اللي كنقول لك راني ما كنفرضهمش عليك، لانه اولا واخيرا الله عطاك العقل وكل واحد كيفهم على قد عقله. سي مشعل كرر نفس الخطا ديال سي ماكرون فاش عطى لراسو الحق باش يهضر مباشره مع المغاربه وطلب منهم يوقفوا في وجه السلطات ويضغطوا عليهم باش يقطعوا العلاقات مع هادو، بهدف ان المغرب يشجع الدول العربيه والاسلاميه يديروا بحالو ويديروا يد بيد ويقطعوا لهاد خوتنا الموضوع. بل اكثر من هادشي طلب من المغاربه يجاهدوا في سبيل الله بحوايج بساطين، بحال انهم يخرجوا في مظاهرات وما يحبسوش وما يعياوش ويصيفطوا المساعدات الاغاثيه وخطر في الزبلائل. صعب خاطبكم في المغرب وفي خطوه تستطيع المغرب ان تقوم بها، وانا ادعو اخواني في المغرب الجماهير القوى الاسلاميه والوطنيه ان تخاطب قياده البلد غيره على المغرب، غيره على مصالحه وامنه، وغيره على فلسطين، ان تقطع العلاقات، ان يتوقف التطبيع، ان يطرد السفير، ان تطوى هذه الصفحه التي جاءت خارج السياق الطبيعي لدوله محترمه كالمغرب. فهذه خطوه كبيره، والا كيف سيغير قاده امريكا والغرب موقفهم اذا لم يروا اثارا حقيقيه؟ واذا وقف الشعب المغربي العزيز سندا لحاكمه يستطيع المغرب رسميا وشعبيا ان يخطو هذه الخطوه بجداره، وهذا يكون نصره حقيقيه لاهل فلسطين وضغطا على الاحتلال واوليائه في الغرب. نريد فعلنا ان يكون في كل الميادين، الاعتصامات، المسيرات، التعبير الغاضب، هذا الواجب بده كل يوم توزعوا الادوار، كيف تديروه هذا شانكم ورب سيفتح عليكم ولكم اجر عظيم. ويعاونوا المقاومه بالفلوس وبالعلم. وهنا اعطى مثال بالمهندس التونسي محمد الزراوي اللي ضحى بحياته في سبيل المقاومه وكان كيصنع طيارات دون طيار لصالح القسام بالمساعده مهندسين ايرانيين، ولحد الساعه باقي كيسميو الطيارات اللي كيقادو بالسميه ديالو وخاص تشهد في 2016. ان شاء الله يكون لكم ايضا شرف ان جزءا من ابنائكم وبناتكم ايضا يشاركون في واجب القتال. هذا المصنع الزواري التونسي اليوم اسمه مخلد، هذه الدرونز اللي باسم الزواري التونسي تفعل فعلها في المعركه، فبدنا اسماء من الامه. هذا مصنع، هذا بعقله، هذا بتصنيعه، هذا بابداعه، هذا يقاتل بنفسه، هذا يقاتل بماله. اذا بنت لكم هضرتوا معقوله غتقول مع راسك ايوا شنو المشكل في هذا الشيء كاع؟ المشكل على حسب بعض المغاربه هو انه السي مشعل ما كانش خاصو يهضر مع المغاربه مباشره، وان هذا الشيء فيه تحدي وتحريض ضد قرارات الدوله والملك. وبما ان السي خالد كيكوي ويبخ فهو وصف انه الدول مطبعه دول ضعيفه وغرها الشيطان حتى حسب لهم غادي يطفرها الى تطبعوا. اقول هذا لامتنا جميعا خاصه للمطبعين، لمن استمرأوا التطبيع والعلاقات واللقاءات والاتصالات، لمن سوقوا ثقافه الهزيمه وظنوا ان ذلك يخدم مصالحهم، انما خدموا اهواءهم. وفي نفس الوقت وصف المغرب بالبلد الشقيق والمحترم جدا جدا، خاصه وانه الملك الحسن الثاني بعد ما شعلت العافيه في القدس في 1969 تم من يتاسس لجنه القدس بهدف انه يحافظ على المدينه والمقدسات ديالها. زيد على هذا الشيء انه كاين تاريخ كبير ديال المغاربه في القدس وكيفاش هاجروا ليها وحاربوا معاهم. ومن هذا المنطلق وبحكم التاريخ اللي كيجمع الدول بجوج والدين اللي كيجمعنا كاملين فهو طلب من المغاربه هذا الشيء. حتى لهنا كلشي مزيان. المشكله سيدي هو انه كاين شي مغاربه اللي رحبوا بالهضره ديالو واعتبروها عاديه، وكاين اللي قال لك علاش مشعل خلى تركيا اللي ساكنه فيها عائلته وقطر اللي ساكن فيها في احسن اوتيل والامارات ومصر اللي كيضل يمشي ويجي ليهم والسعوديه اللي داير فيها شله مشاريع. وللاشاره في هذا الشيء بصح كاين وماشي مجرد اتهامات. فعلاش السي مشعل جا قصد المغاربه من دون كاع الناس؟ وهنا فين كاين المشكل، لانه الصفحات اللي كتشعل الفتنه وما كتعرفها واش معانا ولا مع غانا كيجيو كيلحوا لك الخبر بلا ما يشرحوا لك الخلفيه والسياق فاش وقع، باش بهذه الطريقه كل واحد وعلى قد عقله وخلفيته الثقافيه يفهمها كيف ما بغى، وهذا بحد ذاته تلاعب كبير. وبغض النظر على واش عندك مع مشعل ولا كتشوفه مجرد انسان اللي كيسترزق الله من ايران ومن اللوبيات اللي كتشعل الفتنه، بالرغم من انه حزب الله اللي كتربطوا علاقه معهم بحكم انه ايران كتمولهم بجوج مؤخرا فاش طلب لهم مشعل انهم حتى هما يتدخلوا في هذا الصراع ويجاهدوا في سبيل الله، عطاوه للراس وقال له حتى تكون كتحط واحد 30 مليار باش تمولنا وندخلوا ندابزوا معاك فما عندكش الحق تعطينا اوامر بحال هادو. يعني القصه مش بالرغبه، يعني واحد قاعد بالاوتيل بدوله خليجيه يعني عم بيعملنا تصريح. خالد مشعل قاعد باوتيل 7 نجوم بده لبنان كله يبلش يكبس وريق. وبتمنى على اخونا ابو الوليد خالد مشعل اذا عندهم 30 مليار دولار للحرب فاهلا وسهلا ممكن نفوت. فهذه المره بالضبط
مشعل ما دارش خطا وما عليه والو، وحتى داكشي اللي قال ما كانش عنده شي نيه خايبه. علاش؟ لانه الا جينا نشوفوا السياق اللي تقالت فيه ديك الهضره غيبان لك داكشي اللي قال حاجه عاديه. السيد بطلب من حركه التوحيد والاصلاح اللي كتعتبر الذراع الايمن للعداله والتنميه عيطوا ليه في ابل فيديو باش يلقي كلمه في المهرجان الوطني تحت عنوان الطوفان الاقصى وواجب النصر، والجمهور اللي كان كيخاطب كان عباره على ناس مغاربه 100% وكيدعموا القضيه، وفي نفس الوقت كانوا بزاف ديال الجمعيات داخلين على الخط وكيتفرجوا فيه عن بعد. وغير هذه ثلاثه ديال السيمانات كنلقى كلمه موجهه لشبيبه العداله والتنميه. ايها الاخوه والاخوات، ايها الابناء والبنات، من شبيبتي المغرب وحزب العداله، ما شاء الله عليكم، ولقد عرفتكم فزرت المغرب ورايت رجاله ونساءه وابطاله، ما شاء الله عليكم. المغرب دائما نبض حي متفاعل مع قضايا امته وعلى راسها قضيه فلسطين. شكرا لكم على هذه الفعاليه. وبالتالي الجواب ديال علاش مشعل خاطب المغاربه بلاص ما يوجه الهضره للدول الاخرين اللي مطبعين هو انه كان معروض في مهرجان مغربي نقطه رجوع الى السطر، وغالبا كون كان شي دوله اخرى هي اللي مستقبلاه فكان غادي يقول نفس الهضره. انا اخاطب دول الطوق اولا، الاردن، سوريا، لبنان، مصر، كل ابنائها وبناتها رسميا وشعبيا وجهوا رساله عبر الساحات والميادين، رساله غضب. يقدر يكون هذا الشيء اللي قال في قله احترام الملك واعتراض القرارات جالو، حيت كان ممكن يوجه رساله مباشره للملك بحكم انه رئيس لجنه القدس ويطلب منه يدير شي خطوه، واخا ما يمكنش الملك يتقيد ويدير شي حاجه اللي غدر المستقبل الدبلوماسي ديال المغرب في الوقت اللي الدول العربيه كلهم راجعين للور، حيت في الاخير هو اللي غادي ياكل العصا وهما غيبقاو هانيين من صداع الراس. واذا كان شي واحد خاصو يتحاسب على هذا التحريض واخا بان لي السيد ما قال حتى شي عيب، وما كاينش اصلا لا شي واحد يتحاسب بما ان المغرب كيعتبر راسو دوله ليبراليه. انتقل فيها المغرب من مشروع دوله اسلاميه الى مشروع دوله ليبراليه ديمقراطيه اجتماعيه. فغادي يكونوا هاد الناس اللي كيستغلوا القضايا الشريفه والادب ديال الناس باش يجمعوا مؤيدين ويرجعوا للساحه السياسيه واخا كلاو فلوس الدوله وباقي كياكلوا فيها. وابن كيران حتى هو راكب على الموجه ديال الحرب لدرجه انه بدا كيبكي دموع التماسيح فاش استقبل السفير الفلسطيني، وبدا كيقول انه التطبيع كان خطا وحنا النيه والموقف ديالنا راه باينين، بالرغم من انه قرار عوده العلاقات بين المغرب وزبلائيل كان موقع عليه السي العثماني اللي حتى هو في الحزب ديال بن كيران، يعني البيجيدي بمختلف الاعضاء ديالو وافقوا على التطبيع، وهذا الشيء كيعني انهم جلسوا مع بعضياتهم وناقشوا الاحتماليات ديالو وما ذلك وافقوا عليه. ودابا باغيين يبانوا بلي الغلط ماشي ديالهم في الوقت اللي كان ممكن يعرضوا هذا القرار بحكم انه الحزب ديالهم عنده اتباع كثارين وكلمته مسموعه وقادر يمارس نوعا ما واحد الضغط السياسي. اليوم جالسين كتقتلوا فينا هكذا، معزوا عليكم تكبير، معزوا عليكم، معزوا عليكم الاطفال بالمئات تقتلوهم، معزوا عليكم حتى واحد تكبير. بفضلك مولانا جود علينا وهلاك من طغى وتجبر علينا. حزب العداله والتنميه اذا كان وقع في خطأ ديال التوقيع حنا كنقولوها، ولكن عمر الحزب ما كان مع التطبيع، الحزب ضد التطبيع. ونزيدكم الا كان كيحسب لكم العداله والتنميه نادمين دابا بسبب الحرب على اساس زعما اليهود حتى لهاد العام عتجهلوا، فشوفوا معايا هاد الاحصائيات وركزوا ليا اكثر على 2018 و2020 بحكم انهم قراب. وما ذلك كيقول سي بن كيران ان العثماني خطا فاش وقع وخص التطبيع يحبس على اساس كل شيء كان مزيان من قبل، وبلا ما تقولوا لي سي بن كيران اشرف من اخ النوش لانه بجوج بهم وجه نفس العمله. وما ننساوش شكون اللي كيخلص بن كيران باش يتهنى من الشر ديالو، وكيفاش انه بن كيران كان كيزبل حتى كيعيو في الاخر كيسبي كل شيء في الملك، وفي كل مره يعمي ليها العين يقول انه عنده ولاء كبير للملك محمد السادس. والى جينا نشوفوا لو كان المغرب او الملك بالاخص كاعي على بن كيران، لو كان هاد الاجتماعات اللي كيحرضوا الناس باش يبقاو يخرجوا في مظاهرات كانوا غادي يتحبسوا شحال هادي. وبالتالي ما كاينش شي حاجه اللي كدار في هاد البلاد وغتخليك الدوله ديرها وهي عارفه باللي غتهدد الاستقرار ديالها، خاصه وانه مشعل عنده علاقه قويه وقديمه مع بن كيران، ولسنوات هو كيجي للمغرب ويهضر في خرجات اعلاميه وما كانش حتى شي مشكل، وسبق بن كيران عرض عليه واستقبلوا عنده في الدار، وحتى من السيهانيه استقبلوا العثماني، ومن ديما كان مرحب به في المغرب. ولكن في المقابل فاش كنهضروا في السياسه فكل خطوه كدار كيكون عندها هدف، والهدف في هذه الحاله ديال بن كيران هو استعطاف الشعب باش يعاود البيجيدي يديها في الانتخابات الجايه، خاصه وانه الناس كتنسب لي بن كيران هو اكثر مؤيد لرفع الدعم على المواد الاساسيه حيت باغي يخلي الخزينه ديال الدوله تنفس. وصراحه بن كيران ماشي غير مؤيد وصافي، وانما الاقتراح ديال هذه الفكره ديال رفع الدعم كان اصلا ديالو ومطلبها مني حتى شي واحد. غنقول
نقولها بكل صراحه مطلوبه مني لا جلاله الملك لا حتى شي وزير. ولكن في ظل هذه الازمه ديال الغلاء والاساتذه، بلاد منسى داكشي اللي داز عليه ولا كيقول بلي بن كيران او بالاحرى البي جي دي احسن بزاف من اخ النوش. فاش كتشوف لاي درجه بن كيران كيهاجم اخ النوش كتقول خونا خطير ما كيخافش من رئيس الحكومه وكيعطيه للراس. ولكن السبب يا عزيزي المشاهد هو انه بن كيران كيشوف راسو حسن من عزيز، ماشي حيت هو بصح واعر، وانما حيت فاش كان هو رئيس الحكومه اخ النوش كان تحت يديه، وبالتالي ولا غادي بداك المنطلق ديال كيفاش خونا اللي كان تحت يديه واللي زايد عليا كراد. ما يمكنش راه كان وزير تحت الرئاسه ديالي ما عنده باش يتنفخ علينا. الكراهيه ديال هاد الجوج على الصعيد الشخصي كانت من ديما كاينه. اخ النوش كان الحاس الكابا فاش كان غير وزير وديما كيقولها زوينه في بن كيران، من غير هاد المره اللي قال فيها ان بن كيران عطاه حمراء وخرجوه من الملعب. المسؤول على المشاورات وعلى تشكيل الحكومه هو السيد رئيس الحكومه المعين، الا كاين شي سؤال خصكم توجهوه ليه. زعما ما عمرك ما لعبتي كره ما تفهمش ليا الكازوش كارتون روج يا خارج الملعب. اما بن كيران هو وكانسو مره يشكروا بانه ظريف وعنده مصداقيه، ومره يقول ليه غدار وشفر وكتخرج على المغاربه. المهم انه كل شهر كيبدل هضرته حتى ما كتبقاش عارف شنو هو الموقف ديالو ديال بصح. وشخصيه عمليه وراجل لطيف بزاف كيتمتع بالمصداقيه، ولهذا انا كنظن انه معاه الامور غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم ايجابيه. كتعطيهم الفلوس باش يتكلموا عليك مزيان، ها هما تكلموا عليك مزيان. الله سيدي اخنوش مزيان اخنوش مزيان اخنوش مزيان، النهار الثاني اخنوش مزيان اخنوش مزيان اخنوش مزيان، النهار الثالث اخنوش مزيان اخنوش مزيان اخنوش مزيان. ايوا نقول لكم واحد المثله كيقولوها الفاسيين، وان حنا ما كنحشموش ماشي بحالكم ما طرلكمش. الفاسي تيقول مزيانه عيط نحقق، اغليضه عيط نعنق، خاصني ما يشرق وما يبرق، خاصني نمرح حدقة. الحلقة ديالنا كتسالي هنا، وبحال ديما المعلومات اللي كنعطيكم ما كافيينش باش تفهموا شنو واقع، خاصة وأنه شاب كتخلوط في السياسة وما كتعرفش شكون اللي بصح عنده نية مزيانة مش كل اللي عنده نية خايبة. وأهم نصيحة غادي نعطيها لكم، ما عمركم تثقوا بهضرتي، سيروا بعدا تفرجوا وتأكدوا وقلبوا وعاد عطيو الرأي ديالكم. والسؤال ديالي في هاد الحلقة هو واش جاتكم عادية أنه مش عليه يهضر مباشرة مع الشعب وتجاهل القرارات ديال المغرب؟ واش بن كيران عنده نية مزيانة بصح ولا كيدير هادشي باش يرجع للحكومة ويدور مصاريف؟